السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة تشرح لي. النهاردة إن شاء الله نشرح الرمز البريدي لولاية البحر الأحمر في السودان. الرمز البريدي لولاية البحر الأحمر في السودان، طبعا هنمسكهم مدينة مدينة. أول مدينة هي مدينة بورت السودان. بورت السودان الرمز البريدي بتاعها هو 3 تلاتات. واحد واحد. بعد كده عندنا مدينة أرصفة. أرصفة بورت السودان. الرمز البريدي بتاعها هو 3 تلاتات. واحد اتنين. بعد كده عندنا مدينة جوبيت. والرمز البريدي بتاعها هو 3 تلاتات. واحد تلاتة. بعد كده عندنا مدينة توكر. مدينة توكر الرمز البريدي بتاعها هو 3 تلاتات. واحد أربعة. 3 تلاتات. واحد أربعة. بعد كده عندنا مدينة سينكات. الرمز البريدي بتاعها هو 3 تلاتات. واحد خمسة. بعد كده عندنا مدينة أبو حشيش. الرمز البريدي بتاعها هو 3 تلاتات. واحد سبعة. بعد كده عندنا مدينة سلالاب. الرمز البريدي بتاع مدينة سلالاب هو 3 تمانيات. واحد تمانية. 3 تلاتات. واحد تمانية. بعد كده آخر مدينة معانا هي مدينة سواكن، والرمز البريدي بتاعها هو 3 تلاتات. الرمز البريدي بتاعها هو 3 تلاتات. واحد تسعة. بكده بنكون خلصنا كل الرموز البريدية في ولاية البحر الأحمر. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله استنوا فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.